guns up. Let's do this. أنا جاهز. أهلا بكم شباب في فيديو جديد. قبل ما نبدأ بس نفتح الفيديو ده بقى اتخنق والله العظيم الجو حر. استنى ارفع ازاي دي؟ استنى والله ما فاكر. ايوه ايه النور جه. فاهلا بكم شباب في فيديو جديد. واضح هنعمل ايه النهارده؟ واضح فاهم؟ اكيد مش هنسوق عجل يعني. النهارده عندنا تحدي وحرفيا هو تحدي صعب. النهارده ولاول مره على القناه هنلعب لعبه سباق عربيات، ومش اي لعبه، لا 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 لا. امال انا جاهز لكل ده لايه؟ ودريكسيون وحركات. النهارده هنلعب فورزا موتور سبورت، من اكتر لعب السباقات الواقعيه والصعبه جدا. فانا النهارده هتحدى بشر، واللي يخسر في السباق مره واحده بس هيتعاقب. الخسران مش هيلف بعجلة الحظ، هيلف عجلة سوء الحظ، لان احنا مجهزين كام عقاب يجيبوا اجلنا. ايوه انزل انزل يا حبيبي. صح صح صح. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. فالموضوع النهارده ما فيهوش هزار. وقبل ما نبدا انا حاسك عايز تلعب اللعبه برضه، عندي ليك الحل. النهارده انا هلعب فورزا موتور سبورت على البي سي جيم باس، وانت كمان ممكن تشترك. ومش هتلعب اللعبه دي بس، حرفيا هتلعب اكتر من 100 لعبه. عندك بقى ستار فيلد، لايت سيميليتور، ماينكرافت، والعاب كتير جدا. وغير كده ان باشتراكك في البي سي جيم باس بيديك اشتراك اي اي بلاي، فتقدر برضه تلعب معظم العاب اي اي ببلاش. ومش بس كده، لو انت بقى بتلعب فالورانت ولول، فبالاشتراك بتاعك في البي سي جيم باس خليك تفتح كل الشخصيات على طول. اول ما تربط الحسابين ببعض كل الشخصيات بتطلع قدامك. ويا بختك بقى لو انت بتلعب كمان على ويندوز 11. دلوقتي ويندوز 11 بقى يدعم الالعاب بشكل كبير جدا وبيزود في ادائها عن طريق بقى الدايركت اكس 12 والاوتو اتش دي ار والدايركت ستورج. فانت لو كنت لسه على ويندوز قديم فانا انصحك انك تعمل ابجريد بويندوز 11. ولو انت من مصر وحابب تشترك في البي سي جيم باس فهسيب لك لينك الاشتراك تحت في الديسكربشن، وخش غوص بقى في كميه اللعب اللي هتلاقيها. وبس كده، مش عليكم. قبل ما نبدا بس ريت تعمل لايك وتشترك على الجرس، ويلا بينا. ثانيه واحده، ثانيه يلا بينا. ايوه ويلا بينا على التحدي. هو فين بقى اللي شاف نفسه عمرو مجايفر ده؟ بفهم هاتهولي. هو فين اللي بيتحداني في اكتر حاجه انا بفهم فيها؟ بقول لك ايه بشر، انا بص جاهز لك اهو، بص جوانتيات يعني انا مش هعتقك النهارده بقى. هتقعد تقول لي هو بيتكلم تاني ولا تقول لي فلوس ليه؟ بشر هو انت بتتكلم؟ ثانيه واحده يا نهار اسود، هاي كل تاني. بقول لك ايه، سامعني كده؟ هو انت كنت بتتكلم اصلا؟ اه لا مؤاخذه بس، لا مؤاخذه بس كنت بس بتاع على عينيا فمش سامع. مش يلا مش مشكله، حاسس الحماس خدك شويه بس معلش. سامعني كويس دلوقتي؟ سامعك تمام. اقول لك بقى، انت مش هتشوف سباق او شوف فقط النهايه. من الاخر انا بقول انا لبست لك الجلافزات، اظن الرساله وصلت. بس كده بس، ماشي ربنا يستر بقى. انا مكلف بزياده يعني ولا ايه؟ انت مكلف بزياده وهتروح هتروح ترجع الحاجه دلوقتي كلها حالا. يلا ربنا يستر. يلا بينا. انت بس قول لي انت هتختار عربيه ايه؟ انت عايز نختار ايه؟ انا عندي الاجنس كله، هختار المكلارين 2019. يلا بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعه. ايه ده؟ خد نهار اسود. رايح فين بس؟ بقول لك ايه رايك؟ ايه رايك؟ ايه رايك في الحركه؟ استنى طيب، استنى اجي لك والنبي، استنى والنبي نقعد مع بعض، استنى. انا قاعد مستنيك اهو. ها؟ انا بفحط بس في الثانيه بس. صح شايفك على الماب يا اخويا، شايفك على الماب. بحاول والله، بحاول اجي والله مش بايدي، استنى. كنت عايز تسبقني، كنت عايز تسبقني. لا ما حصلش، لا والله. والله كان نفسي بس مش عايز. المكتب أيوة. تمام بس اهم حاجه؟ تمام والله. فين بقول لك يا جماعه هتعيشوا برعشه كده في البتاع بس يا اختي. نهار انا بس عمال بفكر في العقبات اللي هنختارها. هختار عقاب ايه ولا ايه؟ ان شاء الله. لا ان شاء الله. يلا وضع عقاب اللي بعمله ده. يلا انت ايه يا عم، انت اتقلبت ولا ايه؟ ما تضحكناش عليك بقى. هو الله الله سمعته اول مره يا جماعه يعديني. بس انا والله سمعته بس ان شاء الله. يا نهار اسود والله العظيم. بصوا والله البتاع بيتلف لوحده. اسمع يا جماعه اللعبه صعبه قوي والله العظيم. اللعبه سهله يا جماعه، سيبكم اللعبه سهله. سلام بقى، كلم براحتك. اصلا انا هكسب الماتش ده. اولا اسمه سباق. اسمه سباق. السباق ده ما اعرفش، لسه جديد في الساحه. بطه 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 بقول لك بطه عشان ما تخبطنيش يا عم. ما انا بقى بلف على قفاك، انا لفيت على قفاك يا حكم. يا نهار اسود يا جدعان والله العظيم العربيه بايظه. يا اختي انت الوضع عندك سيء للدرجه دي. شفت اللقطه الشهيره بتاعت فاستن فيوريس لما كان بيسوق بظهره؟ اه عارفها. بتعملها فيا ولا ايه؟ طب والله هجيب الكنترول بتاعي. سلام. انا بقى ربهم ياخد باب. بلاش انت. طب انا هفهمك على حاجه بس. طب استنى هقول لك على حاجه مروان، تعال اقول لك على حاجه بس. انا وقفت لك، هو وقفت لك عشان قلت لي اقف. استنى والله قلت لك. اصل انا في حاجه، والله العظيم يا جدعان بنخش. انا كنت ناسي ان احنا بنلعب على العقاب، فعشان كده خد اقول لك
هسيب لك العجل يا اختي. انا ما ينفعش اخسر، ما ينفعش اخسر. اه اكيد مش هبقى كل السباق ده واخسر في الاخر، بس انا هعمل حاجه. لا لا ايوه تعمل ايه؟ انا لسه عند الشلاحات. سن انا جاي لك، جاي لك. انا مستنيك. انت حالتك يا ساتر يا رب. انا شايفك عمال تتلم عن نفسك. استنى بره واحده، بره بره بره. انت عارف انا هعمل ايه؟ لا استنى ما تعملش كده، والله هزعل قوي، هزعل قوي. وسع. ايوه. ايه ده ثانيه، انت اللي كسبت؟ انا كسبت. ازاي؟ ايه اللي ازاي؟ انا دخلت سباق بالنزاهه. هو قال لي ان انا خلصت الاول. جدعان كسب ازاي؟ ما اعرفش. بص بقى ايه بقى ظهرك مش ظهرك، انت لازم تخش اصلا تخلص السباق بغشك معروفه. ما خلصوا بظهري، ايه المشكله يعني؟ ايزي. قلت لكم يا جماعه لعبتي، سيبوني بس اي تراك واي عربيه وانا بص والله العظيم هشقلب لكم. يا جماعه بجد بجد والله في الكومنتات اكتبوا هل ده عدل ولا انتوا كنتوا شايفين العربيه وانا عمال برجع بظهري وبترول عليه؟ فبصراحه يعني ولا ما عنديش تعليق، انا ما عنديش تعليق، بس هو انت يعني على الورق انت كسبت، فانت من حقك تختار العقاب او نلف عجله الحظ بقى وربنا يسهل. جهز. طب يا جدعان عجله الحظ قدامكم، ايه فيها ارقام، هنخش نشوف الرقم وكل رقم بيدينا ايه بقى عقاب حلو كده سقع كده فاهم، هننبص وهننبسط. هننبسط يا جدعان. يلا جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه 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 هات لي رقم سقع كده. ايوه 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 رقم واحد. بيقول لك اختار لك العربيه اللي تلعب بيها السباق الجاي. وانت ما عندكش عربيات اصلا. انا عندي. ما بص بقى، ما هنا بقى عارف ايه بقى، دي عداله السماء بقى. وانت هتكسبني كده كده. هو انا مش هحل لك ال ايه ده مش شخصنها ولا ايه؟ اختارك عربيه محمد رمضان. انا عملت ريدي. المهم بس الناس عملت لايك. انت كنت عامل سيز بجد. انت هو انت الانطلاقه بتاعتك اصلا لوحدها قصه ثانيه. بوظت عربيه محمد رمضان. يالك ازاي بتلف العربيه؟ استمر بتلف عادي بالدركسيون. ما انت بتلف بالدركسيون. لا 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 ما تقلقش والله 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 اتعلمت خلاص والله اتعلمت يا جماعه. اتعلمت ماشي والله ماشي والله حلو اهو. ماشي 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 والله انا حلو اهو شكلي يجي مني. انا بقى هشوف انا هكسبك فرق السباق ده فرق قد ايه. خد مش شايفك هو راح فين. يا لهوي. طب اعدلي اعدلي مش لاعب. انا عايز اعمل حاجه، لو عرفت اعملها هتبقى عالميه. طب بقول لك ايه، ممكن تفرجني؟ لا. انا عرفت، عايز يعديني مره ثانيه. لا 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 ما تقولش كده. عايز يعديني مره ثانيه. شكلي كده لا ما تقولش كده والله العظيم. هو انت فين بس؟ اجري يلا اجري يلا. هو انت فين بس كده؟ ماشي انا عايز انزل بالعربيه واجري. انت وصلت؟ اعمل انا ايه في العربيه دي يا جدعان؟ الدركسون وحش قوي والله. ماشي وانا انا بسلم على النهايه. يا شباب عاملين ايه يا حبيبي؟ والله تسلم. حادثه. بقول لك ايه، انا هلعب وانا جوه. بس انا جبت المنظر من جوه من عجله القياده. انا عندي دلوقتي ظهر لي النتيجه ان انا طالع اول وانت طالع الثاني ولسه السكور بتاعك ما اتقفلش. ما انا فاتح اوبن، انا واخد فاتح اوبن. والله لا فين الكيبورد؟ حلو. مش مشكله، هو ما وصلناش اصلا ولا فينش سكند ده حبيبي والله العظيم. عملت فيها جميله. بقول لك ايه، انا بخافش، اختار رقم. والله انا في العادي كنت هختارك رقم 2 علشان انت طلعت الثاني، ولكن ممكن اختارك مثلا يعني خلينا نختار حاجه في النص، رقم 5 بس. قول لي كده رقم 5 ده عباره عن ايه. ملف لك حاجه الحظ حلو والله. لا قول لي رقم 5، انا عايز اعرف رقم 5 دلوقتي. ماشي رقم 5. ها بيقول لك ايه ده، انزل 20 ضغط. 10 10 ضغط. 10 ولا احنا مش كاتبين 10 ضغط يا حبيبي، كاتبين 20 ضغط و30 ضغط. احمد ربنا انها جت في ال 20. اشوفهم ضغطايه ضغطايه. بقول لك ايه، طب ينفع اشيل الخوذه؟ انا اصلا انا بروح يمين وشمال وفي البتاعه دي بتاخدني والله العظيم بتقع بيا. لا انت الضغط هيتحسب لما الخطر في الخوذه يلمس الارض. انزل. ها ايوه نط، خد جامب. يلا خد جامب. يلا يا جماعه تشجيع في الكومنتات، تشجيع في الكومنتات. ايوه الشبشب هياكل من فخدك حته. الشبشب هو طبعا يا جماعه مش سامعني دلوقتي، ولكن اعتقد ان مروان مش هيكمل 5 ضغط، محتاج ينزل الجيم جامد. ايوه انزل انزل يا حبيبي. صح صح صح. واحد. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ممكن صح ولا وحشه؟ ايه ده، الخوذه تلمس الارض. انسى. لا يا جماعه هنا احنا هنا مبدئيا احنا محتاجين نتعلم سواقه، محتاجين نتعلم ازاي نعمل ضغط. عندنا حاجات كتير محتاجين نتعلمها. هو محتاجين نتعلم العد اللي هو. طب بصوا انا مش علق على الضغط اللي هو بيعمله ده، انتوا علقوا على الضغط والله العظيم. تمام صح، انت صح كده خلاص. تعالى تعالى تعالى، انتوا علقتوا والله. انا مش علق على اللي هو بيعمله ده. اسد اسد اسد. تشجيع جامد يا جماعه، تشجيع جامد في الكومنتات، تشجيع جامد في الكومنتات والله. خلاص يا مروان تعالى يا حبيبي، تعالى يا بابا، تعالى يا بابا.
ما شاء الله عليك. هاتلي حط السماعة بس وتعالى، حط السماعة وتعالى. مسمعك أصلاً بس سمعناش. مبدئياً كده أنت 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 عملت الضغط بس مش بطريقة عمرو دياب، بشبيهة عمرو دياب. يعني إيه؟ لا تنفع ولا تمشي. هي هي هتمشي بس إحنا في إحنا خلاص اتأكدنا إنك عايز تتعلم سواقة وعايز تتعلم إزاي تعمل ضغط وعايز تتعلم العد. عشان أنت دي حقيقة. بس تمام. هو أنا حاسس إن أنا عديت ال 120 صح؟ أقل من ال 20 بس تمام تمام. نظبطها في ايه نظبطها في ايه يا باشا ماشي يلا منتج يا باولو منتج ماشي بقول لك ايه انا هبعت لك الخوذة والجوانتيات وخلاص وهنلعب يا جماعه بالكيبورد تمام عشان ما يبقاش ليه حجه بقى بص والله لو قلعت ايه ولا هتفرق احنا دلوقتي يا جدعان داخلين على سباق حقيقي ناس كتير معانا وناس محترفه وناس بقى فعلا بقى بيسوقوا بجد وهنخش مع بعض بصوا كميه الناس بصوا وفي ناس اصلا جايين معاهم ان هم فريق مش ناس صغيره يعني هي المشكله ان الناس دي فعلا ممكن تكون محترفه اللعبه يعني بقول لك انت شايف اللي شايفه انا في درايفر ليفل 145 وفي درايفر ليفل 140 وفي درايفر ليفل 94 و37 و115 ده ده ميت ده انا اوكي يلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا يوفقنا يا رب نهار اسود بقول لك دول بيجمعوا على بعض كلهم بيلفوا ناحيه الشمال إيه؟ هو انا الحمد لله بدون اي فخر انا الاخير انا قدام انا جاي قدام يا مروان انا عارف مش هرحمك طب يعني بقول لك ايه مستنيك في السادس تعالى يا نهار ابيض انا بقول لك ايه انا خدت الواد بقول لك الواد هيشتمني شتيمه والله العظيم يا رب يا رب بس كنا ممكن تكونش سامعني في المايك انت فين انا التاسع يا نهار اسوح انت بتتكلم بجد والله انا العاشر لا انا جاي جاي ما تقلقش ان شاء الله كلهم بقول لك ايه اقطع الطريق انا العيال قدامي بس مش عايزين يخبطوا بعض ليه هم العيال 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 عباء مسلمه قوي ليه كده خناقه خناقه يلا يابا الواد خبطني وجري انا لا يا جماعه انا مش مكمل المده مش مكمل يا رب عربيتهم كلها تعطل الا انا هو امتى تعرف امتى بيخشوا يعدلوا عربيتهم ده سؤال لو عرفت اجابته عرفتي لما يوصلوا يقولوا لي عشان اكمل انا مش هخش اصلح انا يا نهار ابيض انتوا عديتونا فشخ احنا هنجيبكم من الناحيه الثانيه انتوا عارفين انا شايف والله العظيم اللي بصوا السباحه اللي بالمشاي دي مش فاهم في ايه خلي ممكن سامعينا في المايك سامعيني يا اخواتي يلا يا ابني يا جماعه فولو مي ليونايتس اون يوتيوب ما تيجي بوظلوم السباق ده يا مروان طرف بالعرض طرف بنمشي بالعكس والله العظيم 3 ودي لا بقول لك والله العظيم 3 ودي كده بوظلوم بالعرض انا هاجي هاجي نقف بالعرض والله اقفل لي بقى ام السباق ده معلش كده انت هناك بس انت عليه هو عامل لي هو عامل لي شفاف لي عامل لي شفاف لي عشان وقفت تقريبا ايه ده ما فيهاش الحركات دي انت عامل يا اولاد اللذين عاملك شفاف يا اولاد اللذين يا لا انت عايز كم مننا طب بص انا هقول لك على حاجه احنا نحسبها مين فينا هيخلص الاول انا بص بيني وبينك يلا انت ده استنى يا عم بس يا ابن اللذين بس كنت عامل الحركات دي ماشي ماشي يا عم ماشي انا استأمنتك يا اختي خلاص مش محتاج ترحمني وانت ده ابراهيم ارحمني خد اقول لك نار ابيض العجل باظ يا عم بديك انت بص انت خلاص سافرت والله العظيم ما شايف شايف ايزي 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 شايف بيكسلات شايف المركز الكام احنا فرق ما بيننا 3 ثواني هاي فايف يا صاحبي حبيبي حبيبي والله والله حبيبي والله والله عايش عايش طيب معلش لا بس ايه لا بس ايه حضرتك ايه تنزل لي ضغط تاني ولا تاخد تحدي مختلف اخد تحدي مختلف احسن تحدي مختلف انت طلعت رقم 10 مفيش رقم 10 عندنا ما عندناش رقم 10 بس ممكن نقول مثلا ان نعتبر ان هو مثلا رقم 3 مثلا 1 2 تاكل معلقه صغيره من نوع بهارات اختاره حلو قوي عندكم ايه في البيت عندناش حاجة العطارة قافلة يا باشا عندكم بهارات هندية اللي هي الحرقة دي بص هو أكيد فيه بس مش عارف في عندنا قرفة دي حلوة هاتها وتعالى هاتها وتعالى استنى بس من القرفة دي اللي بتبهدل الدنيا عشان لو بهدلت الدنيا هتبهدل أنا الصبح ثانية واحدة يا جماعة أجيب القرفة أنا جبت القرفة طب القرفة دي اللي بتكح تراب صح هي دي؟ هي دي اللي كح تراب كح تراب يلا بص أنا هاخد معلقة كاملة يا جماعة قرفة بجد واحد اتنين في مية جنبي في مية يلا حلو حلو الكلام ده حلو الكلام ده حلو الكلام ده انا سعيد انا كده مرضي انا تمام بس ما بقي لزق انا كده زي الفل قوي مش عايز العب تاني كفايه كده يا جماعه ستوب وبس كده يا شباب ده كان فيديو النهارده ربنا يوعبكم لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشيك على مشوش الجرس وعلى فكره بشر برده نزل فيديو في نفس الوقت واحنا بنلعب برده فورزا موتور سبورت وبهدلته هناك فما تنسوش تروحوا تشوفوا الفيديو بتاعه وحاجه كمان ما تنسوش ان تتابعوا صفحات البي سي جيم باس هسيبها لكم تحت في الديسكربشن خشوا اعملوا فولو عشان تعرفوا كل جديد وبس كده اشوفكم انا في الفيديو الجاي واه
جود باي. والله العظيم عايز ميه.